بنات انا صايره حيل تعجبني الحمر اللي نفس كذي، اللي الفنش مالتها، الفنش بنات يعني اللوك النهائي مالها ما يكون مطفي، تكون كذي اسمها ساتن يعني لمعه خفيفه، او كذي كنها جلوسيه بس يعني لمعتها اقل صراحه من الجلوس. المهم وهذا الحمر من تو فيست، يعني هذا اللون واجد بنات سالوني عنه على تيك توك، واجد سالوني عنه وهم بعد على الانستغرام. وما توقعت صراحة انكم راح تحبون النوع هذا من الفنش، يعني صراحة توقعت ان في بنات راح يهاجمون زين، بس امبي امبي الفنش هذه خيال والله، صايرة حيل حيل احبها. هذا اللون اللي حطيته اسمه كوم باك كوين، وحمر بنات. المهم وحمر تو فيست تحصلونهم بسيفورا، بس صدق يعني ترى تو فيس يعني صدق من الماركات اللي حيل حلو شغلها من ناحية شدوات، من ناحية أنبه تغطية، فاونديشن تو فيس وكونسيلر تو فيس، يعني واحد من الأشياء الخيال اللي مرت علي. والحين مؤخرا قاعد أجرب حمرهم صراحة، من بعد قاعد تعجبني، موجودين بسيفورا.